السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا التمرين في الجذور المربعة لغاسين كاري سمبليفي لغاديكو سويفو. إذا نطلب منا أنني نكتب هاد لغاديكو يعني سو فورم سمبليفي. إذا شنو هي الطريقة اللي كنستعملو باش يمكننا نكتب واحد الجذر مربع على شكل مبسط؟ إذا ناخدو مثال ديال جذر 32. إذا أول حاجة خصني كنستعملو هاد القاعدة هذه اللي هي جذر أ في بي، كما كنعرفو هي جذر أ في جذر بي. كنحاول نلقى يعني نحاول هاد العدد 32 نردو على شكل جداء، وفي داك الجداء يكون عندنا أعداد كاملة أو مربعات كاملة لي كاري بارفي. شنو هما لي كاري بارفي؟ هما الأعداد لي الجذر ديالهم كيساوي لنا عدد صحيح. إذا الأعداد الكاملة أو المربعات الكاملة 1 4 9 16 وهكذا. إذا هما 1 و 2 2 و 3 و 2 وهكذا. هادو كيتسمى لي كاري بارفي. إذا مثلا جذر 9 هو 3، ولكن إلا كانت عندي جوج جذر جوج ميمكنليش نحسبها، كتبقى جذر جوج، لأن جذر جوج كطينا 1. إذا 32 مثلا شنو هي؟ هي 8 في 4. إذا 8 في 4 4 كاري بارفي. ولكن كذلك راه يمكن لي نكتبها على شكل 16 في 2، 16 كذلك كاري بارفي. إذا هذا التبسيط هذا أحسن من هذا، لأن هذا غادي يحل المشكل. هذا إلا درناه راه غيبقى عندي هاد 8 تاهي يمكن لي نكتبها على شكل 4 في 2. إذا حنا شنو نديرو؟ نحاولو نبسطو هاد الكتابة. إذا 8 في 4، و 8 في الأصل هي 4 في 2، إذا هي 4 في 2 في 4. 4 في 4 شنو هي 4 في 4؟ هي 16 في 2. إذا نحاولو نبسطو ما أمكن العملية حتى نلقاو واحد لو كاري بارفي مضروبة في أصغر رقم ممكن، وعندك الساعة تطبقو ليها هاد القاعدة هادي. إذا ناخدو أول حالة جذر 360. إذا جذر 360 هنا عندنا 0، إذا يمكن لي ندير 63 في 10. 63 أو 36 كما كتشوفو، إذا كاري بارفي. إذا نطبقو القاعدة. إذا جذر 63 أو جذر 36 مضروبة في جذر 10. إذا جذر 36 كتساوي لنا العدد 6، إذا 6 جذر 10. الحالة الثانية جذر 32، إذا كما قلنا جذر 16 مضروبة في 2، إذا هي جذر 16 مضروبة في جذر 2. جذر 16 إذا هي العدد 4 جذر 2. جذر 128، إذا جذر 128 هو العدد 64 مضروبة في 2، إذا 64 عدد مربع كامل كاري بارفي. إذا جذر 64 في جذر 2، جذر 64 كتساوي لنا 8، إذا 8 جذر 2. جذر 192، إذا هي 64 مضروبة في العدد 3. جذر 64 في جذر 3، جذر 64 كيساوي لنا 8 جذر 3. جذر 3 ميمكنليش نحسبو تيبقى جذر 3. جذر 200، جذر 200، إذا جذر 200 هي 2 في 100، إذا جذر 2 في جذر 100. جذر 100، إذا كتعرفو 100 عدد مربع كامل كاري بارفي. إذا جذر 100 هي 10، إذا 10 جذر
جوج، دائما العدد الصحيح كيتكتب قبل من الجذر، ما غاديش نديرو كذا، ما غاديش يمكن نكتب جذر جوج مية، الكتابة غير صحيحة. إذا دائما أولا جذر جوج 10، إذا 10 جذر جوج. العدد الموالي جذر 126، إذا 126 إذا هي جذر 9 في 14، إذا هي جذر 9 في جذر 14، إذا جذر 9 3 جذر 14، جذر 98، إذا جذر 98، 98 هي 49 مضروبة في جوج، 49 تان كاغي باغفي، إذا جذر 49 في جذر جوج، إذا جذر 79، 49 هو 7 جذر جوج، جذر 96. إذا 96 هي 16 في 6، 16 مضروبة في 6، إذا جذر 16 جذر 6، إذا 16 4 جذر 6، إذا جذر 550، 550 إذا هي 25 مضروبة 22، هي جذر 25 مضروبة في جذر 22، جذر 25 5 جذر 22، جذر 22 ميمكنليش نزيد نحسبها أو لا نفككها، جذر 24، إذا 24 هي الجذر ديال 4 6، إذا جذر 4 في جذر 6، جذر 4 كتساوي لنا جوج، إذا جوج جذر 6. الآن دابا جذر 9 أس 2، جذر 9 أس 2 في 11 أس 4، إذا لاحظوا معايا راه يمكننا نديرو جذر 9 أس 2 في جذر 11 أس 4، جذر 11 أس 4 راه يمكننا نكتبوها على شكل حنا كنعرفو هاد القاعدة نذكروها، إذا أ أس أن كل أس أن كتساوي لنا أ أس أن مضروبة في أن، يعني دونك هادي راه ساهلة كتساوي لنا 9، وهاد جذر 11 غنكتبها على شكل 11 أس 2 لكل أس 2، باش هاد المربع تيمشي مع الجذر كيبقى لنا 9 في 11 أس 2، إذا 9 في 121، إذا 9 مضروبة في 121 كتعطينا 1089. إذا جذر 3 أس 2 في 10 أس 5، إذا هي جذر 3 أس 2 في جذر 10 أس 5، جذر 3 أس 2 راه باينة هي 3، جذر 10 أس 5 كيفاش غادي ندير ليها؟ إذا عندنا 10 أس 5 راه هي 10 أس 4 زائد 1، وهذه راه هي 10 أس 4 في 10، إذا 10 أس 4 راه يمكن لي نكتبها على شكل 10 أس 2 الكل أس 2 مضروبة في 10، إذا جذر 10 مضروبة في 10 أس 2 الكل أس 2، إذا شنو غادي ندير؟ هي 3 جذر 10 مضروبة في الجذر ديال 10 أس 2 الكل أس 2، إذا هي 3 في جذر 10 مضروبة، إذا هنا الكاري كيمشي مع الجذر كيبقى لينا 10 أس 2،
إذن هي 3 × 10^2 هي 100، جذر 10 إذن هي 300 جذر 10. الآن دابا الجذر 150، إذا جذر 150، 150 هي 25 في 6، إذا هي جذر 25 في 6، إذا جذر 25 في جذر 6، إذا جذر 25 هي تساوي العدد 5. جذر 504، إذا 504 كتساوي لنا 36 مضروبة في 14. إذا 36 إذا كاغي بارفي، إذا كيمكننا نحسبو جذر 36 في جذر 14. جذر 36 كتساوي لنا 6، إذا 6 × 14. جذر 250، إذا هي جذر 25 في 10، إذا جذر 25 في جذر 10، إذا جذر 25 كتساوي لنا 5 جذر 10. جذر 216، إذا هو 216 هي 36 في 3، إذا 36 في 6 ماشي في 3، إذا جذر 36 في جذر 6، إذا جذر 36 هو 6 جذر 6. جذر 228، 228 إذا هي 4 مضروبة في 57 كتساوي لنا جذر 4 في جذر 57، إذا جذر 4 هي 2 جذر 57، جذر 57 ميمكنليش نبسط العدد هذا. إذا جذر 396، إذا نحاول نبسط هذا العدد هذا فغلقه، هو 36 مضروبة في 11، إذا 36 كاغي بارفي، إذا جذر 36 في جذر 11، إذا 6 جذر 11. الآن دابا جذر 288، إذا 288 هي 144 ضروبة 2، 144 أ إذا كاغي بارفي، إذا جذر 144 في جذر 2، إذا جذر 144 هي 12 جذر 2. الآن دابا جذر 243، إذا 243 هي 81 في 3، 81 كاغي بارفي، إذا هي جذر 81 في جذر 3، جذر 81 كيعطيني 9، إذا 9 جذر 3. 300 جذر 392، إذا جذر، إذا 392 هي 196 في 2، 196 إذا كاري بارفي، إذا هي جذر 196 جذر 2، جذر 196 إذا هي 4، هي 14 جذر 2. بقات لي هاد العددين بجوج، إذا ناخدو هاد العدد هذا، إذا انتبهوا معايا في هاد القاعدة، راه هاد القاعدة يمكن لي نطبقها
ماشي بالضروره جوج اعداد، يمكن تبقى احسن ثلاثه الاعداد. اذا يمكن لي ندير جذر ا في ب في سي، بطبيعه الحال الاعداد ستكون اعداد موجبه، اذا هي جذر ا جذر ب في جذر سي، يمكن لي نطبقها حتى واخا يكون عندي ثلاثه اربعه او لا ما لا نهايه من الاعداد. اذا جذر اثنان اس ثلاثه في اربعه اس اثنان في خمسة أس أربعة تساوي، إذا كنفكوها، إذا هي جذر اثنان أس ثلاثة في جذر أربعة أس اثنان في جذر خمسة أس أربعة. دائما الجذر باش يمكن له يتحيد خصو يكون مربع، حنا عندنا اثنان أس ثلاثة، ولكن داك اثنان أس ثلاثة شنو هي؟ هي اثنان أس ثلاثة، راه يمكن لي نكتبها على شكل جوج أس جوج زائد واحد، يعني جوج أس جوج مضروبة في جوج، يعني هي جوج مضروبة في جوج أس جوج. إذا الجذر لأن يعني اثنان أس ثلاثة هي ثمانية، وثمانية هي أربعة في جوج، يعني هي جوج مضروبة في جوج أس جوج مضروبة. إذا هنا يمكن لي نحسب كتعطينا أربعة، كذلك خمسة أس أربعة راه هي خمسة أس اثنان الكل أس اثنان. إذا كنفكو هذه، هي جذر جوج مضروبة في جذر جوج أس اثنان مضروبة في أربعة، المربع كيمشي مع الجذر كيبقى لينا خمسة أس اثنان. إذا جذر جوج المربع تيمشي مع الجذر تيبقى لينا جوج مضروبة في أربعة، خمسة أس اثنان هي خمسة وعشرين. إذا 25 مضروبة في 8 إذا هي 200، إذا هاد الجزء راه يعطيني 200، إذا 200 جذر جوج. العدد الموالي والأخير، إذا جذر خمسة اثنان أس خمسة مضروبة في 7، إذا يمكن لي ندير لها هي جذر اثنان أس خمسة مضروبة في جذر 7. جذر اثنان أس خمسة إذا شنو هو؟ هو اثنان في اثنان أس أربعة مضروبة في جذر 7. إذا يمكن لي هنا نبسطو، هي جذر جوج في جذر جوج أس سبعة في جذر 7. هذا جذر جوج أس أربعة، إذا إما يمكن لي نعوضها بالقيمة ديالها، جوج أس ربعة دونك هي 16، إذا جذر جوج في جذر 16 في جذر 7، إذا جذر 16 كتساوي لنا 4، إذا هي 4 جذر جوج في جذر 7. جذر جوج جذر 7 راه كيمكننا نحسبوها وردها هي جذر 14، إذا كتساوي لنا 4 جذر جوج 7، إذا 4 جذر 14. إذا هنا ميمكنليش نزيد نبسط هاد العددات.